ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. كان ماسك ايديها وبيسحبها وراه، وقلبه هيقف من شدة السعادة، مش مصدق نفسه ومش مصدق اللي سمعه. فهل فعلا اتحققت امنيته الوحيدة، وان حبيبته بتبادله حبه؟ فجودي قالتها صريحة وقالت له بحبك يا قاسم، فقاسم دلوقتي أسعد مخلوق على وش الأرض، ولو إن سعادته الأكبر لما يكتب اسمها على اسمه وتكون له زوجة، ولكن هيستنى. فالأهم دلوقتي إنها حبته. وتكرر نفس المشهد مرة تانية، مها جاية من الكافيتيريا مع محسن، وقاسم ساحب جودي وراه بمنتهى السعادة ومتجه للمصعد. فما تحملتش مها أكتر بعد ما شافتهم كده، وشهقت وقالت تاني يا جودي، مش كفاية متأخرة؟ ايه مفيش دروس ومذاكرة؟ احتمت جودي بظهر قاسم، وده برد قلبه وأرضى غروره، لأن حبيبته اتحامت فيه ولو على سبيل الهزار. فكملت مها وقالت قاسم بيه كده مش هينفع، البنت كده مستقبلها هيضيع. قالت كده وفي نفس اللحظة وصل المصعد. فدخل قاسم مع جودي وقال بسرعة معلش يا مها النهاردة وبس، واحدة مني. يا قاسم بيه كده مش، اتوقفت مها عن الكلام لأن المصعد نزل بيهم. فتنفست بغضب وبصت لمحسن وقالت اعمل ايه فيهم، اعمل ايه؟ كانت فكرة مهببة لما فكرت اجيبها معايا الشركة، قال عشان خايفة عليها من الجيران الجداد قمت جبتها لقاسم مهران زير النساء. انت بجد مش واخدة بالك انه فعلا بيحبها؟ مش عارفة، مش عارفة بجد يا محسن، ساعات بحس انه فعلا بيحبها، خصوصا لما بشوف لهفته عليها ونظراته واهتمامه، وكمان لما اعلن خطوبته منها، ودي حاجة عمره ما عملها مع اي واحدة. بس ده قاسم مهران يا محسن، قاسم مهران. هو انا اللي هقولك مين قاسم مهران؟ ما انت عارفه وعارف تاريخه الاسود مع البنات كلها، ودنيا السواح اللي كله عارف انها هتبقى خطيبته، ده غير فرق السن. هو لو دلوقتي عارف يجاريها ويتعايش مع سنها بعدين هيحصل ايه؟ وكلكم، وانها بتهمل في مذاكرتها ودروسها كل يوم عشانه، ده كوم تاني خالص. جودي عمرها ما كانت كده، وانا خايفة عليها، دي اختي الصغيرة وامانة في رقبتي. مها انا راجل وافهم الراجل اللي زي كويس، وقاسم مهران فعلا بيحب جودي وبيبص لها نظرة زوجة، مش بنت هيقضي معاها يومين، وهو قال كده بنفسه قدام الدنيا كلها. ولعلمك بقى دنيا السواح دي هي اللي كانت رامية نفسها عليه، وهي اللي كترت الاشاعات وزودت الكلام عليهم عشان تقوله شوف الناس كلها شايفانا مناسبين لبعض. هو انا اللي هفهمك شغل البنات ده ولا ايه؟ اوف مش عارفة يا محسن، ربنا يستر. ما تقلقيش انت بس وكله هيبقى تمام. على فكرة انت معزومة النهاردة على العشاء. محسن انت عمال تبعزق فلوسك يمين وشمال وكده ما ينفعش، عايزين نجمع فلوس المكتب اللي حجزناه، انا كلمت السمسار خلاص. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس انا كنت عايز نخرج النهاردة شوية وننبسط، بقالنا كتير ما خرجناش. هما اتنين بيتزا وحاجة ساقعة نشربها واحنا بنتمشى على النيل، هننبسط برضو ونوفر فلوسك. اوكي بص لها بحب وهو بيحمد ربنا عليها، لانها فعلا نعمة الزوجة ونعمة الشريكة. وبنروح لعند يامن اللي كان قاعد في كافيه فخم، وهو مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل. كل اللي فهمه من اللي اتصلت بيه انها عايزة في موضوع يخص جودي، وعشان كده جه لمقابلتها، لانه مستعد ان يعمل اي حاجة مقابل حب طفولته. وثواني ودخلت عليه بهيئتها الارستقراطية، وهي بنت في التلاتين من عمرها
وتقدمت بكل ثقة وقعدت قصاده، فاتكلم بصوت عالي وقال: دنيا السواح، معقول؟ شاطر يا بابا، عرفتني. حس يامن بنبرة الاستخفاف بي وبسنه، ولكن هيتحمل عشان يعرف هي ايه اللي عايزاه بالظبط. فاتكلم يامن بحيث يرد الصعصعين وقال: طبعا عارفك، مش انتي دنيا السواح اللي كنتي بتقولي للدنيا كلها انك هتبقي مدام قاسم مهران بقلب جامد؟ ده انتي كنتي لازقه فيه ليل نهار وفي الاخر ضحك باستهزاء. فاتكلمت بغيظ: ما تضحكش قوي كده، ما انت كمان زيي ويمكن انيل، ولا فاكرني مش عارفه ان جودي هو حب طفولتك وبسببها اخرت نفسك سنتين في الدراسه عشان تبقى معاها سنه بسنه؟ يعني انت دلوقتي عندك 20 سنه. بهت وش يامن واتسعت عينيه، فازاي هي عرفت السر ده ومحدش يعرفه غير والديه وجودي؟ فبدلته بنظره ثقه وغرور وقالت: شفت، تاريخك كله عندي. عموما انا مش جايه اثبت لك انا قد ايه جامده وايدي واصله والهري ده، لا انا جايه اعرض عليك اننا نبقى في جبهه واحده، خصوصا ان مشكلتنا واحده وترنا واحد. انت عايز جودي اللي خطفها منك قاسم، وانا عايزه قاسم اللي اخدته مني جودي، وباختصار شديد كل حاجه ترجع لاصحابها. ها قلت ايه؟ بس افهم، عرفتي عني كل ده ازاي؟ ده محدش يعرف بحب الجودي خالص، ده هي نفسها ما تعرفش. دي حاجة تخصني ولعبتي، ملكش انك تعرف. وانا محبش ابقى مش فاهم، شكلك مستهونة بيا ومستصغراني. ما تعرفيش ان الواحد من جيلنا بأربعة من جيلكو، انا ما ادخلش ابدا حاجة على عماية، لازم ابقى فاهم كل حاجة، ولما تتكلمي معايا تتكلمي عدل وبلاش العوجة الكدابة دي. انتي لو مكنتيش محتاجاني ما كنتيش سعيتي ورايا ولا كلمتيني وطلبتيني، فزي ما انا محتاجك انتي محتاجاني، يبقى تنزلي رجلك اللي حطها في وشي دي وتتكلمي كويس. اتصعق الدنيا من جديته في الكلام وقد ايه كان صارم في كلامه معها، فتعادلت في قعدتها بعد ما كانت وضع رجل فوق التانية وبتدخن بغرور لانها عرفت انه فعلا لا يستهان بي. فاتكلمت بتراجع: فعلا الجيل ده داهية زي ما بيقولوا. بالظبط كده، وبلاش تلعبي معانا. اوكي يبقى نتفق. وماله، نتفق. وعلى الجانب التاني كانت جودي ماسكة بيد قاسم وهو بيسحبها وراه ومغمض عينيها، وثواني وقام قاسم بفك الشريط من على عينيها وفتحت جودي، واخدت ثواني عشان تعتاد على الضوء وثواني تانية عشان تستوعب، فشهقت بفرحة وقالت: واو يا قاسم. وبسرعة كبيرة رفعت نفسها وبسته على جبينه ونزلت بسرعة. فتكلم قاسم وقال: انتي بتبوسي خالك؟ انا ملحقتش اخدك في حضني. ايه ده؟ ما جاوبتش عليه وراحت عشان تستكشف اليخت الكبير بتاع قاسم وهم في عرض النيل، فمشي وراها وهو متابع فرحتها، وكمان هو سعيد جدا. فوقفت قصاد مقدمة اليخت وهي بتشم الهواء وبتبتسم بسعادة، فحضنها قاسم من الخلف زي طريق التايتانيك، فضحكت وقالت: براد بيت حضرتك؟ ايه منفعش؟ لا براد بيت ابيض، لكن انت اسمر وانا مش بحب الرجالة البيضة. بجد؟ وبعدين انت احلى من براد بيت، وكمان اخر مرة تقارن نفسك براجل تاني، هما اللي المفروض يقارنوا نفسهم بيك. كان بيبص لها بعشق وشغف وهو مبتسم جدا، فحبيبته اللي كان دايما خايف انها ما تعجبش بيه بسبب فرق السن، ولكن اتأكد انها بتحبه وعجبها زي ما هو، والاجمل من كل شيء انها مش شايفة اي راجل غيره. فاتكلمت جودي بفرحة وقالت: تعالى تعالى هوريك. توريني ايه؟ فتحت تليفونها وقامت بعرض الصور
اللي أخدوها في اليوم السابق وقالت بص شوف شوف صورنا حلوة قوي. فعلا حلوة قوي، ما لحقناش نتفرج عليها مبارح، كنا بنتصور ونجري وروحنا كذا مكان واليوم خلص وما لحقتش أوريك. بص لها بحب وهو بيشوف الصور بفرحة وانبهار ودهشة. فقال قاسم عارفة يا جودي، أنا عمري ما كنت متخيل إن هيجي يوم واتبسط كده، ولا إني أجري وأضحك وأركب عجل ومهتمش بمركزي ولا سني ولا هبتي. أنا معاكي عشت كل حاجة اتحرمت عليا بسبب مركزنا الاجتماعي وبسبب شغلي وأهلي. خلاص يا حبيبي، كل حاجة فاتتك هنعيشها من جديد، بس المرة دي مش هتعيشها لوحدك، لا أنا هشاركك. أنت عارفة دي أول مرة تقولي لي حبيبي، ما تعرفيش فرحتي بالكلمة دي قد إيه. قربت منه وقالت أنت فعلا حبيبي، وعمري ما حبيت حد قبلك ومش هتحبي حد بعدي. قالها وهو بيجذبها لحضنه، فخرجت من أحضانه ووقفت على حافة اليخت وهي بتتفرج على المية. فقرب منها وقال المهم قوليلي، عجبتك المفاجأة؟ جدا جدا يا قاسم. عارف يا قاسم، ماما كانت دايما تفسحني في مركب على النيل، كنت كل ما خلص امتحانات تفسحني في المركب، بس من يوم ما ماتت ما جيتش هنا تاني. اتقطع قلب قاسم وهو شايف الدموع في عيون حبيبته ونبرة الحزن اللي سمعها منها، فمسح دموعها وقال حبيبتي بتعيطي ليه؟ افتكرت ماما. وبكت اكتر وما قدرتش تكمل كلامها، فاتكلم قاسم ايه بس يا روحي مالك، انا معاكي، انا كل اهلك يا روحي. اوعى تسيبني يا قاسم، انا بحبك قوي. غمض عينيه وتنفس بعمق، فحبيبته بتطلب منه انه ما يسيبهاش، وهي ما تعرفش ان هو اللي بيخاف انها تسيبه. وبعد وقت دخل الليل، فكانت مها قاعدة مع محسن وبياكلوا البيتزا وهي بتحاول تتصل بجودي، فاتكلمت مها مش بترد. خلاص شوية كمان وكلميها وما تخافيش لسه بدري. ماشي، على فكرة انت بكرة لازم تفضلي نفسك خالص، لازم تروح مع السمسار هيفرجك على كذا مكتب. اوكي، احنا بقى معانا كام دلوقتي؟ 150,000. معقول؟ عمري ما كنت اتوقع احوش المبلغ ده في وقت قصير كده من غيرك. ما احنا لازم نحط القرش على القرش يا محسن، نتعب دلوقتي عشان نرتاح بعدين. ربنا يخليك ليا ويخليك ليا يا روحي. اما في اليخت فكان الجو رومانسي جدا، ومشغلين موسيقى هادية وبيرقصوا عليها سلو وسط أجواء رومانسية تحفة. وبعد شوية كان مجهز قاسم عشاء رومانسي لحبيبته الصغيرة وقعدوا عشان يتناولوا العشاء. فاتكلمت جودي بانبهار وحب وقالت انت بتلحق تعمل كل ده امتى؟ ما ينفعش اضيع اي دقيقة وحبيبتي معايا من غير ما استمتع بيها واستغلها. وسحب كرسي وقعدها عليه بكل شياكة، فابتسمت بسعادة وبدأوا يتناولوا الأكل. وبعد شوية لاحظت جودي شروط قاسم، فقالت قاسم مالك، في حاجة حصلت ضايقتك؟ لا يا روحي، بس افتكرت حاجة ضايقتني شوية. مالك يا حبيبي؟ الله يا جودي، حلوة قوي كلمة حبيبي منك، ومش هتسمعها من حد تاني يا روح جودي. ضحك هو على قطته الشرسة وعلى غيرتها اللي بقت بتسعده جدا، فقالت مش هتقولي بقى ايه اللي مضايقه؟ لازم اسافر بكره مرسى علم عشان في شغل بملايين واقف هناك، ولازم اروح اشوف ايه المشكله واحلها. اتضايقت جودي وقالت بحزن طب ما ينفعش حد يروح غيرك؟ للاسف لا. وهتقعد هناك قد ايه؟ مش هقدر ابعد عنك اكتر من يوم واحد اصلا. طب وانا هعمل ايه من غيرك؟ يوم كامل يا قاسم. فرح قاسم بكلامها لانها حاسه بنفس احساسه وانها مش قادره تقضي يومها من غيره، فقال بلهفه وعش هخلص وارجع لك على طول، مش هقدر استحمل، هو يوم واحد وربنا يعني بقى. هزت راسها بحزن، اما قاسم
فشغلها بالكلام والهزار عشان تنسى، وبعد مدة وصلها لبيتها وراح لفيلته عشان يستعد للسفر بكرة. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.